السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو هذا غادي نقدموا الطاجين بالقنية بالزبيب والبصل. بغيتوا تشوفوا التفاصيل، بقوا معي حتى الآخر. بسم الله على بركة الله. عندي هنا قنية الأرنب متوسط الحجم ديالها، ماشي كبيرة يعني متوسطة. غادي ندوزو بعد ما نقيناه وغسلناه، غندوزو نعملو التوابل ديالو. هنا عندي بالنسبة للتوابل، عندي نص مغرفة ديال الزنجبيل، نص مغرفة ديال الخرقوم، مغرفة ديال قزبر حبوب، وهنايا عندي مغرفة صغيرة ديال الملح. الملح كيبقى حسب الذوق، شوية ديال الإبزار، وهنايا عندي ثلاثة فصوص ديال الثوم يعني محكوكين. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو. وعاد غنزيد القزبر أو المعدنوس، هنا عندي قزبر أو معدنوس شوية. صافي غنضيفو المكونات هنا. هنايا عندي واحد الكاس ديال الماء، دوزت فيه شويه ديال الزعفران الحر الشعره. غنخلطو هاد التوابل بالماء، نجيب القنية ديالنا ونشرملوها. القنية ديالنا جاهزة، صافي تشرملناها. غادي نجيب واحد الطاجين. عندي هنايا البصلة، بالنسبة للبصلة عندي هنايا 4 ديال البصلات، الحجم شوية كبير، قطعت على هذا الشكل، هذا شرائح هيدا طوال. انا شويه في الطاجين وغنسد فيه القنية ديالنا. انا قطعته قطع صغار، تقطع على جوج ولا على ثلاثة، لان هيدا احسن جاني كل واحد ياخذ القطعة ديالو. صافي هادي ندير الكبدة ديالو حتى الاخر وغنعملها. نردو الطاجين ديالنا. هنا ما عملنا لا زيت لا والو، نقلبوه واحد التقليبة عاد نزيدو نعملو اسمو الزيت. نغطي عليه باش نزيدو سميتو الزيت. صافي التوابل كاع باش تدخل في القنية ديالنا. بعد ما خليناه تقلى في الماء غادي نزيد زيت الزيتون ولا زيت مخلطه بين نباتيه وديال زيت الزيتون. هنا نص كاس ديال زيت الزيتون. صافي شرب بوطه غير باش هذا تقلى. وغنضيف البصله، عندي البصله والطاجين. نقصو عليه على مهل ونخليوه يطيب. غنضيف الزبيب، هنا عندي زبيب غير مغسول وصافي ماشي منقوع. الزبيب هنا هنا
غندير فواحد ديال القرفه في الميه، غادي نقص على البوطه ونخليه يطيب عليها المهم. قبل ما نعدي كنزيد له شويه ديال الماء اللي فيه الزعفران، هو اللي غادي يطيب فيه. دوزو على البصله ديالنا كامل هيدا فوق صافي، ونقص على البوطه. هادشي ورات هادو ديال الزعفران ما نسيبوهمش، نعملو معايا الصافي هيدا صافي، ونشد على الطاجين ديالنا. هو الطاجين ديالنا واجد صافي. دابا غادي نزيد له، بغيتي نقرب لكم شويه باش تشوفوه، غادي نزيد له جوج مغارف ديال العسل وصافي. نخلي واحد 5 دقائق هيداك ونطفيو عليه. عندي ديال الكبده، الكبده اللي طيبت خليتها حتى الاخر عاد طيبت صافي. نرد عليه شي شويه، شد عليه الطاجين ديالنا واجد، المريقه ديالو خاطره. كتجي المريقة ديالو مدغمرة معسلة، كيجي طابق بصراحة رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب. نتمنى الوصفة نال الإعجاب ديالكم. بهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوناش بتاعكم وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.